أسعار الدواجن والبيض في مصر النهاردة السبت 9/12/2023، هنقوم بتقديم تحديث حول أسعار الدواجن ومشتقاتها. تعالوا نبص بصة على أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت وأنواع الفراخ أيضا، وبيتراوح سعر كيلو الفراخ من 71 جنيه للشراء ل 73 جنيه حسب نوع الفراخ والجودة، حيث سجل البيض الأبيض والأحمر بسعر بيبدأ من 123 جنيه للشراء وبيوصل ل 130 جنيه للشراء أيضا. كرتونة البيض البلدي من 140 جنيه للشراء ل 145 جنيه وبيوصل ل 150 جنيه كمان. بالنسبة لسعر كيلو البانيه فسجل حوالي من سعر 160 جنيه حتى 170 جنيه للشراء. الوراك سجلت 85 جنيه ووصل سعر كيلو الدبابيس ل 105 جنيه وكيلو الأجنحة ل 55 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض 27 جنيه. ودي كانت أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت النهاردة السبت 9/12/2023، وأترك لحضراتكم التعليق وقولوا لنا أسعارها إيه في المنطقة اللي أنتم قاعدين فيها، ولكم التعليق.